البهجة ده وصف عم خليل السيد اللي بينحت بإيديه فرحة فانوس رمضان سنة بعد سنة. لما بدأ في ورشته تقطيع الصاج وخرطته كان فريق الرعاية المنزلية في 57 بيبدأ رحلة لعلاج المرضى في بيوتهم تخفف عليهم وتساعدهم وكمان نعلي كفاءة المستشفى ونعالج عيانين أكتر. في نفس اللحظة بدأت طلبة شهادة الـ MBA اللي بتشارك فيها الأكاديمية العربية مستشفى 57 أول محاضراتهم اللي بيتعلموا فيها إزاي بيغيروا المنظومة الصحية. في الوقت ده كان مجلس إدارة نادي القرن النادي الأهلي بيزوروا المستشفى وبيوقعوا بروتوكول تعاون مع 57 وبيكملوا تاريخ من قيم النادي النبيلة وبيبنوا لأولاد مصر مبنى جديد بيحمل اسم النادي في توسعات 57. ولما ثبت عم خليل أبو بوتيجان الفانوس الكبير كان فريق الإدارة الاستراتيجية انتهى من إعداد أبليكيشن في 320 مؤشر أداء حقق 8 أهداف لمهام العمل. وبالأبليكيشن ده هيقدر كل واحد في 57 يعرف المطلوب منه إيه وهيقيم شغله على أساس إيه. ولما وصل السيد وزير الطيران المدني وطيارين ومضيفين مصر للطيران اللي بتنقل العلم والدكاترة ل 57 كانوا بيزوروا المستشفى وشاركوا أولاد 57 فرحتهم بتعليق الزينة. كان عم خليل وصل بفانوس 57-357 اللي بيهديه كل سنة للمستشفى من 7 سنين واللي بيتمنى يشوف اليوم اللي هيهدي فانوس جديد لتوسعات 57 الجديدة اللي بدأ العمل بيها. الفرحة والبهجة ولمة المصريين حوالينا أهم دواء بنعالج بيه ولادنا في 57. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.